معانا هنا بقى الحواوشي بتاعنا، هو تستوى بقى تمام التمام زي ما حضراتكم شايفين كده، بالجبنة الموتزاريلا وبالخلطة الجبارة، حاجة روعة. ياريت النهاردة الفيديو يعجبكم حبايبي، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلي الجرس عشان يصلك مني كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، منورين عليا الدنيا كلها. النهاردة حبايبي أنا بعمل لكم الحواوشي بقى إيه الجبار اللي مولع نار بتكات وحركات جديدة كده، إيه لأول مرة هتشوفيها، وبصراحة هتعجبك جدا جدا جدا. نبتدي بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله. هنقول كده المكونات اللي معانا. معانا هنا نص كيلو لحمة مفروبة مفرومة، طبعا حسب الكمية بتاعت الأسرة بتاعتك. ومعانا هنا ثوم، ثلاث فصوص من الثوم بس، ثلاث فصوص كبار، واللحمة المفرومة. ومعانا هنا فلفل ألوان اللي هو اصفر احمر اخضر عشان يديكي ايه قيمه غذائيه. ومعانا هنا بصلايه كبيره بالميه بتاعتها، مش هصفي منها الميه ولا اي حاجه. ومعانا هنا معلقه كبيره من الصلصه، ومعانا البقسماط، ومعانا هنا البهارات بتاعتنا اللي هي فلفل اسمر معلقه، هنا معانا لوري مطحون، وحبهان وشعره من القرفه، دول انا طحناهم عندي في البيت. ومعانا معلقه ملح، ومعانا معلقه صغيره من الشطه، ومش هكتر من البهارات لان معايا اللي هي بهارات الحواوشي اللي هو شيفي ده، جميل جميل جدا والله هيعجبكم. انا مش بعمل اعلان يا جماعه والله، بس فعلا جميل. ومعانا هنا البيكنج باودر ده هاخد منه معلقه، ومعانا البقسماط وهريسه الشطه ديت هاخد منها يعني زوم الشطه ايه نص معلقه او معلقه يعني حسب الرغبه. نبتدي نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهقول لك على كل حاجه لزومتها ايه، لزومها ايه في الحواوشي بتاعنا الجميل ده النهارده. هنزل هنا باللحمه المفرومه، وهنزل بالبصلايه الكبيره، وهنزل بثلاث فصوص ثوم كبار، وهننزل بالفلفل اللي هو الاصفر والاحمر والاخضر عشان القيمه طبعا الغذائيه، وهننزل بمعلقه كبيره من الصلصه. وما تخافيش مش هتخلي الرغيف معاكي طري، لان انا هحط البقسماط ده بيخلي العجينه بتاعت الحواوشي متماسكه، وبيفرد معاكي كويس قوي وانت بتفردي ومش بيضايقك، وبيخلي الرغيف اللحمه المفرومه اللي هو مش بيلم معاكي. بتبص تلاقي الرغيف، احنا ما بنعمل الحواوشي يبقى الرغيف في ناحيه والحواوشي في ناحيه، وبص تلاقي اللحمه المفرومه الرغيف لم معاكي كده وبقى صغير. هنا بقى نص معلقه من البيكنج باودر، وهنا معانا مع نص معلقه او معلقه من هريسه الشطه حسب الرغبه يعني واللي انت بتحبيه. ومعانا هنا طبعا كده هتقولوا حاجات كتيره بس والله النتيجه روعه. وهنا بقى ايه الخلطه بتاعه الايه الحواوشي شيفي كده، تمام تمام التمام. هنا بقى البهارات بتاعتنا، اللوري المطحون والحبهان وشعره القرفه الصغيره اللي هتديكي ريحه جميله قوي للحواوشي بتاعنا، ومعلقه الفلفل الاسمر، ومعانا معلقه الملح حسب الرغبه، ومعانا ومش هكتر من البهارات والتوابل لان الخلطه اللي انا حطيتها ديت فيها كل المستلزمات. ومعانا هنا معلقه من الشطه صغيره قوي كده، تمام تمام التمام. نسمي بالله كده ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معلش انا لبست الجوانش ايه مقلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي بقى امسك
كل الحاجات دي مع بعضيها، واهم حاجة ان انت تسيبي كل ده يشرب من بعضه حوالي نص ساعة بالكتير قوي. هجيبهم عجنة كده مظبوطة وتمام، واحطهم في التلاجة حوالي نص ساعة عشان كله يمتزج في بعضه، واللحمة المفرومة تشرب من التتبيلة الجميلة دي. صدقوني النهاردة الحواوشي بقى ايه، الجبار اللي مولع نار وهيضرب صواريخ مش نار. ورجعنا حبايبي بعد ما سيبنا عجينة الحواوشي نص ساعة كده في التلاجة بعد ما شربت من بعضيها. معانا هنا بقى اخر حاجة بحطها شعرة من جوزة الشيب، بتعمل له طعم وريحة، بس انا بسيب الحركة دي في الاخر عشان انت حضراتكم عارفين ان جوزة الشيب بيمرر لما بتسيبيه وقت طويل، فانا بخلي الحركة دي اخر حاجة. تمام كده، تمام التمام. يعجن بقى العجنة الحلوة. ادعوا بقى لأم إسلام على أحلى حواوشي جبار مولع نار. هنا بنعمل الحفرة الحلوة دي عشان ايه، الحواوشي يا جماعة النهاردة مش عادي، الحواوشي على الفحم. هبتدي حبايبي بقى هنزل بالفحمية دي كده، وبقفل عليها. وهنا حبايبي معانا اللحمة المفرومة بتاعت عجينة الحواوشي، ومعانا هنا الموتزاريلا، طبعا سبتها 5 دقايق شربت من الفحمية وادت رحم بقى طعم بقى مش قادرة اقولك ملل بيه كله. هنا بقى الموتزاريلا وهستبعدها دلوقتي، ودي حسب الرغبة، لو مش موجودة عندك تمام، يعني من حاجة مش اجباري، بس هي حاجة بتفرح الاولاد لا اكتر ولا اقل. وهنا معانا العيش بتاعنا الموتزاريلا، طبعا انا مش هحطها دلوقتي، هحطها وانا بعمل الحواوشي، لان ايه يعني حكاية كده ان انت ما بتحطي الموتزاريلا مع الحواوشي بتسيح وما بتديكيش الشكل اللي هو والطعم اللي هو. جماعه انا بستعمل الموتزاريلا الفيروز بصراحه حاجه يعني كده روعه. معانا هنا بقى العجينه بتاعتنا، ببتدي ان انا افردها في الحواوشي. عندي بقى ما شاء الله اللي بيحب الرغيف مليان، وعندي البنوته البنات بيحبوا الرغيف يعني يا دوبك، طبعا البنتين بيحبوه اللي هو ايه مش مليان. طبعا انا متعوده اعمله نصين، بس الرغيف يعني ايه اللي هو بنص جنيه ده زي ما انتم شايفين كده ايه صغير، فمش هضطر ان انا ايه اقسمه نصين، انا بحب اعمله نص. كده تمام كده، ومولعه على النار وحاطه الايه الطاسه بتاعتي اللي هعمل فيها. تمام تمام التمام. ومعايا حبايبي الجريل بتاعي على النار، طبعا الماده الدهنيه الزيت. احاول احط كده ايه رغيف تالت معاهم اهو، الحمد لله ايه شالت التالت ايه، هي هو الرغيف صغير وهيشيل معايا ان شاء الله وباذن الله. طبعا انا بسيبها كده حوالي قيمه دقيقتين وبعدين بقلبها على الناحيه التانيه.
وهنا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين كده الريفة بتاعت الحواوشي استوت وتمام التمام. ببتدي بقى افتح كده الرغيف وبحط الجبنة الموتزاريلا اخر حاجة. بسيبها حوالي دقيقة كده لحد اما بقى ايه تسيح كده زي ما حضراتكم شايفين وبرجع لكم. معانا بقى الحواوشي كده من الاخر حاجة روعة روعة زي ما انتوا شايفين كده. وعملنا جنبي منهم شوية البطاطس دول مع حواوشي. يا جماعة حكاية حواوشي حكاية. تتبيلة بقى ما اقولكوش عليها اهو. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يصلك مني كل ما هو جديد.